نقاش عن منظمة المحامين ناحية قسنطينة الأستاذ عصام عيساوي زيتون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا السيدة الرئيسة المحترمة، السادة الحضور الأفاضل، زملائي. بطبيعة الحال سيدة الرئيسة المحترمة، نهنئكم قبل كل شيء على نجاح الملتقى الدولي، ونشكركم على اختيار الموضوع الذي يعد من مواضيع الساعة بالنظر للأثار الكبيرة للمسؤولية القانونية الناتجة عن الأخطاء الطبية، والتي كما أشرتم لها يلزمنا عدة مجهودات للإحاطة بها. لذلك أتفضل اليوم بإلقاء عليكم الورقة البحثية هذه والمعنونة بالمسؤولية التأديبية للطبيب، والتي سأخوض فيها في مسألة الدعوة التأديبية للطبيب وسيرها، وخاصة الضمانات المقدمة له من خلال نصين رئيسيين، هما نص حديث نوعا ما يتمثل في القانون رقم 18-11 المؤرخ في 2 جوان 2018 المتعلق بالصحة المعدل سنة 2020، ونص قديم نوعا ما هو المرسوم التنفيذي رقم 92-276 المتضمن مدونة أخلاقية الطب، يعني يعود تقريبا إلى 30 سنة. احنا زملائي الأفاضل بطبيعة الحال المشبع سعى إلى إيجاد نوع من التعريف التشريعي للمخالفة التأديبية بالمادة 347 من القانون 18-11 مؤرخ 2 جوان 2018 المتعلق بالصحة. حاول المشرع أن يكون دقيق في ذلك، فذكر تطلع المجالس الوطنية والمجلس الجهوي للأدبية الطبية كل فيما يخصه بالسلطة التأديبية والعقابية، وتبت في أي خلق لقواعد الأدبيات الطبية وكذا في خلقات أحكام هذا القانون في حدود اختصاصها، وذلك على خلاف المادة 211 من مدونات أخلاقية الطب التي جاءت فضفاضة جدا وعامة، ذكرت يمكن إحالة أي طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي أمام الفرع النظامي الجهوي المختص عند ارتكابه أخطاء خلال ممارسة مهامه. الجهات المختصة بالتأديب بالفصل في المخالفة التأديبية، المادة 346 من قانون 18-11 المتعلق بالصحة ذكرت أن الجهات المختصة في ذلك تتمثل في المجلس الوطني لأدبية الطب الذي يكون مقره بالعاصمة، والمجالس الجهوية للمجلس الوطني لأدبية الطب بعد أن كانت تسمى بالنص القديم مجلس أخلاقي الطب، وكان في الجلسة الصباحية الأستاذ جنان وكذلك الأستاذ عثماني قد ركز على جلب انتباه الحضور إلى تغيير هذا الاسم من مجلس أخلاقي الطب إلى مجلس أدبية الطب. الجهات المخول لها قانونا اختار الجهات المختصة بالتأديب بالفصل في المخالفة التأديبية. المشرع في المادة 348 من قانون 18-11 المتعلق بالصحة حصر هذه الجهات في الوزير المكلف بالصحة، رؤساء المؤسسات الصحية، الجمعيات ذات الطابع العلمي المهني للصحة، الأطباء وأطباء الأسنان، الصيادلة والمؤسسة قانونية، مهني الصحة والمرتفقين للمرافق الصحية، المرضى أو الممثلين الشرعيين. إحنا بطبيعة الحال هنا تقوم إشكالية في مسألة هذه الإخطار اللي حين تقوم لها في مسألة التوصيات، نرى أنه من الضروري جدا توسيع سلطة الإخطار هذه إلى ربما متدخلين جدد، متدخلين آخرين، وعدم حصرها سلطة الإخطار في هؤلاء الذين ذكرتهم المادة 348 فقط. وكذلك المادة 351 من نفس القانون ذكرت بأنه يمكن للجهة القضائية المختصة أن تخطر المجلس الوطني والمجلس الجهوي لأدبية الطب كلما رفعت لها دعوة بشأن مسؤولية عضو من السلك الطبي. ونحن نشيد بما جاء به المشرع هنا بالمادة 350، لأنه احنا بالممارسة القضائية
فعلا وقفنا على انه كثيرا ما تصل الى العداله قضايا لا تصل الى عماد الاطباء وكذلك الى مجلس ادبيات الطب، وربما مسائل لا تفصل فيها العداله دون ان تاخذ المساءله التاديبيه مسارها الطبيعي. كذلك بالنسبه لدرجات المساءله التاديبيه، الماده 350 من القانون المتعلق بالصحه ذكرت ان المجالس الجهويه للادبيات الطبيه قرارات المجالس الجهويه للادبيات الطبيه قابله للطعن امام المجلس الوطني للادبيات في اجل شهرين من تاريخ تبليغها، وتكون قرارات المجلس الوطني بدوره للادبيات الطبيه قابله للطعن امام مجلس الدوله في اجل 4 أشهر من تبليغها. وهنا اود ان الفت انتباه مجلس الساده الحضور الافاضل، احنا سعينا لتقديم لكم خلاصه وزبده الاجتهاد القضائي الجزائري فيما يخص القضاء التاديبي للساده الاطباء، الا انه بالرغم من تصفحنا الى 15 عدد من مجلس الدوله وسعينا الى الوقوف على اي قرار يخص المسؤوليه التاديبيه للاطباء، الا اننا لم نعثر على اي قرار يخص المساءله التاديبيه للاطباء، كما ذكرنا بالنسبه للماده 350 اللي تقول انه قرارات المجلس الوطني للادبيه الطبيه قابله للطعن امام مجلس الدوله. وبالصدفه عندما عمقنا من ابحاثنا عثرنا في كتاب قرارات قضائيه في المسؤوليه الطبيه للاستاذ الدكتور عبد القادر خضير على قرار يحمل رقم قرار صادر عن مجلس الدوله منشور بكتاب الاستاذ بن شيخ اثم ملويا يخص ممرضة يعني كانت طعنت في قرار صدر ضدها فيما يخص تم مساءلتها تأديبيا. مجلس الدولة المحترم خلص في آخر حيثيته أن الممرضة التي كانت استفادت من حكم براءة لا يلغي المساءلة التأديبية لها على اساس الخطأ الوظيفي والمهني لها الذي اقترفته. وانصح السادة الحضور الافاضل ليحوسوا يتعمقوا في المسؤوليه الطبيه بجميع جوانبها في هذين المرجعين الضروريين جدا للاستاذ عبد القادر الخضير الذي سعى فيهما للالمام وتقديم مجموعه من الاحكام والقرارات القضائيه في هذين الجزئين لكتابه. فيما يخص الاختصاص الاقليمي، الماده 211 من المرسوم التنفيذي رقم 92/276 المتضمن مضمونات اخلاقيه الطب اكدت انه يجب احاله افراد السلك الطبي عند ارتكابهم الاخطاء خلال ممارستهم لمهام امام الفرع النظامي الجهوي، ولم ترد على ذلك اي استثناء يذكر. فيما يخص ميعاد رفع الدعوى التاديبيه، مضمونات اخلاقيه الطب لم تنص على اجال الدعوى التأديبية، مما يرجح أن أجال رفعها لا يحكمها أي ميعاد على خلاف الدعوى الجزائية والمدنية، وهنا في تقديرنا ذلك يعد خللا يتوجب على المشرع التدخل لتداركه، إذ لا يعقل أن تبقى الدعوى التأديبية مفتوحة الأجال، مما يؤدي إلى ربما اندثار عناصر الإثبات بالنسبة لها. و أهم نضيف برك بالنسبة للشكليات، شكليات الدعوة الأدبية بطبيعة الحال ترفع بعرائض مكتوبة، سيرها يكون من طرف الفرع النظامي الجهوي الذي الخاص المجلس الجهوي. احنا من اهم الضمانات اللي قدمها المشرع بالنسبه للدعوه التاديبيه هو مبدا الوجاهيه،
الذي يقتضي أن يطلع الطبيب محل المساءلة التأديبية على ملفه محل المتابعة، وكذلك من أهم الضمانات المقدمة له هي حقوق الدفاع، أن يكون حين مساءلته يمكن له الاستعانة بمدافع زميل له مسجل في القائمة أو محامي معتمد لدى منظمة المحامين التابعة إقليميا. حق الرد مكفول للطبيب محل المساءلة التأديبية، يمكنه رد أي عضو من المجلس الجهوي الذي يقف أمامه للمساءلة التأديبية، وذلك في تقديرنا من ميزة استثنائية وجميلة جدا قدرها المشرع للطبيب. واجب التنحي، لم يشرع المرسوم المنظم لمدونة أخلاق الطب صراحة لواجب التنحي بالنسبة لأعضاء المجلس الجهوي، ولكنه أشار فقط إلى إسناد اختصاص محلي جهوي آخر في حال كون الطبيب المتهم ينتمي إلى أحد أعضاء المجلس المختص إقليميا، كما أنه إذا كان أحد أعضاء المجلس الوطني هو محل متابعة فإنه يتم تنحيته من اللجنة التأديبية. هنا مباشرة سيد الرئيس، بالنسبة للقرارات اللي تصدر من المجلس الجهوية، المادة 351 من قانون الصحة رقم 18/11 أكدت أنه يمكن الجهات القضائية المختصة أن تخطر المجالس الوطنية والمجالس الجهوية للأدبيات الطبية كلما تم رفع الدعوى بشأن مسؤولية عضو من السلك الطبي، ويمكن هذه المجالس أن تتأسس كطرف مدني في القضايا المرتبطة بها، يعني بالإضافة إلى المهام المطلعة بها كجهة مساءلة تأديبية، القانون منحها مجموعة من الصلاحيات الأخرى. هنا بطبيعة الحال احنا فيما يخص المساءلة التأديبية تتقاطع معها بعض جوانب المسؤوليات الأخرى، فربما قد تتقيد بأحكام جزائية صادرة ضد المتهم، تكون بمثابة ظرف مشدد له يقيد السادة أعضاء المجالس الجهوية وحتى السادة أعضاء المجلس الوطني في دراستهم للملف بعد أن يثبت إدانته بصفة نهائية من طرف الجهات الجزائية، والعقوبات تكون من إنذار، توبيخ، منع من الممارسة، وحتى غلق المؤسسة الاستشفائية، لأنه واقع الحال أنه المؤسسات الاستشفائية الخاصة طغت على المؤسسات العامة وأصبحت حاضرة بقوة كبيرة. بالنسبة للتوصيات نقدمها، بطبيعة الحال كنا أشرنا لها في المداخلة، هي إعادة النظر في النظام الداخلي لمجلس أدبيات مهنة الطب، كذلك بالنسبة لمدونة أخلاقية مهنة الطب راهي ترجع لسنة 1992، يعني إلى 30 سنة فاتت، لذلك توجب على المشرع تدخل لتحديثها بالنظر للمستجدات اللي وقعت في الساحة القانونية والطبية الجزائرية، كذلك تقييد أجال رفع الدعوى التأديبية، وحصر الاجتهاد القضائي فيما يخص القضاء التأديبي بالنسبة للطبيب. شكرا لكم جميعا وبارك الله فيكم وبالتوفيق إن شاء الله.